مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الميكروليك. اليوم نزلنا للشارع الجزائري باش نعرفوا آراء المواطنين حول ما إن كانت المباني الجزائرية يعني قادرة على تحمل صدمات الزلازل. تابعوا معنا. يا أخو أنا أعلن تضامن تاعي مع خوتنا تعميلة، يا أخو نتمنى لهم إن شاء الله ربي يكشف عليهم هذه البلوى هذه، وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الدوله يا اخو تتكفل بهم هذو المنكوبين هذو، ما تشوف لهم سكنات ان شاء الله الدوله تكفل بهم يا اخو، وربي يكشف الكربه تاعهم يا اخو. زلزال يعني اللي ضرب في ولايه ميلا هذه، يعني شفنا يعني كما نقولوا خسائر ماهيش يعني خسائر كبيره، ولكن يعني كما نقولوا القوه تاع الزلزال يعني ماهيش قويه. يعني احنا نقولوا كان يعني مثلا الزلزال كانت 7 درجات ولا 6 درجات يعني ممكن تكون خسائر اكثر واكثر. ما يشدوش باسكو فيها الغل بزاف، هذاك الغش هو اللي يخلي كيفاش تبني عماره 4 ايطاج ولا 6 ايطاج ولا ما و 6 شهور ولا عام وطيح. هذه جات 4.3 لو كان جات اكثر كيفاش دير كامل تراب. لم تكن هناك دراسه علميه رغم توفر يعني الأماكن اللي درسوا فيها درسوا المشاريع، وأيضا بنيت بغير طريقة علمية، رغم أن هناك يعني مناطق تكون مفيدة، ولكن يعني نتكلم على بعد زلزال 2003 في ذلك الوقت يعني غيرت الجزائر سياستها من حيث البنايات. يا خويا نقول باللي لا بليبار دي زونتربريز ولات لي ذكرى من الضربه تاع بومرداس، لا بليبار دي زونتربريز ما يخافوا لا ربي ما يخافوا لا الدوله، يحبوا يكونوميزيو في الحديد وفي الماتيريو دو كونستركسيون، دونك لقاو رايهم ما لقاوش واحد صحيح اللي يعاقبهم ايترنالمون. يا اخو نتكلموا بكل صراحه، يا اخو قطاع البناء في الجزائر يشهد ازمات على الغش. كان اللي عنده كان اللي كيبني في المقاولين هادو كيبنيو في الدوزاج تاع السيمان، كان اللي يدوزي المقدار اللي وصفوه، قال 3 شكار سيمان، مي كاين بعض المقاولين سراقين يديروا الغش، ينقص الدوزاج تاع السيمان. كان في بعض زلازل طبيعيه ناشفه في زلزال تاع بومرداس، يا اخو الناس كانت كسرت الاخر البيطون تكسرها بيديها، حتى المراشي فتات، الخديعه تاع السيمان يا اخو. المشكل تاع الزلازل علاش راهم يطيحوا هادوما؟ كاين ازمه تاع مقاولين، ازمه تاع الغش خاصه في الاسمنت. علاش هاد البنيان القديم اللي راهو تاع شحال من سنه ما رابش؟ بورتون عانينا، الجزائر ماشي هادي اول مره طيح لها زلزله. الشلاف بومرداس ولا ما طاحوش، والحاله لا كتب بها العاصمه كيفاش راهي. بالنسبه لهادي تاع شحال عندهم من بناهم يا ابين واحد العامين 3 سنين يطيحوا هادي الطيحه هادي. كان من قبل يمنع منعا باتا، ممنوع البناء، ممنوع كل شيء ممنوع، ولكن بعد 2003 هناك تغيير في سياسه البنايات، ولكن يعني هذا التاخير هذا كان من الأحسن أننا يعني مثل باقي الدول عندنا سياسة في البناء، يعني البناء يجب إعطاء أهمية كبيرة له، لأنه هو مستقر الإنسان، هو كل شيء. هنا أهملنا البنايات، أهملنا هذه الأشياء، واهتمينا بأشياء غير مناسبة. والله ضربة هذه تاع الزلزال هذه تاع ميلان نقدر نقول لك يعني ضربة كان شوية قوية 4.9،
شفت انايا باللي واش رابت وتكسروا الديور والارض تشقت قدام اللي هيك، نقدر نقول لك باللي كارثه والناس راهي بايته برا. انا بالنسبه لي هذا الزلزال هذا اللي ضرب والله كان هذايا بنيان قديم والناس كي راهي تبني. انا راني متخصص في البناء هذايا، عندي مده 40 سنه وانا في البناء. اول الناس اللي تبني الحديد اللي يديروه لداخل في عود يديروا 10 ليبار يديروا 4 بالنص. انا نقول لهم ياخذوا حذرهم ولو اصحاب البناءات الهشه اللي انا معايشين لتما لازم ياخذوا حنهم حذرهم كما نقولوا 100%. دوك انت الا شايف دارك ماشي اللي تضرب زنزله وتريح فيها تما شغل باش تريح بخير، غير خرج منها ايفيتي روح جوز هذيك السمانه عند الفاميليا بيد ما يسدوا هاد الواد واد هكذا يا ولا مانيش فاهم. يراقبوهم اذا كان شافوا لي ماتود كونستركسيون مراهم مش كومباتيبل مع الاخر يحبسوه يا خويا العزيز يحبسوه، ماشي من بعد شوف يغصبوا باش يبنيوها ومن بعد يزوقوها ومن بعد يقول لك ها هي بني ما باينالييت في سيرا سي با نورمال. صح الخداع راه كاين هنايا، لازم الدوله تاخذ الاجراءات اللازمه، تاخذ الاجراءات ردعيه فيزافي هذو باسكو هذو اسمح لي كنت انا انسان سوميسيوني ويجيب لي السلعه تروازيام شوا ما يهموش ناخذ الحياه تاع المواطن. اسمح لي يا خويا سو كومونتير. خويا اش نقول لهم ياخذوا حذرهم هذه الاولى وهذه حاجه تاع ربي ماشي زعما شعلي تخافوا كاع تخافوا ضربه الاولى بصح هذه حاجه تاع ربي واش كتب لنا ربي هذيك هي واش كتب لهم يعني حسب زنزله تحمل الصدمات تاع واش نقول لك ماشي تحت تحمل راهي باربون طبع يا ما شتهاش شويه زلزله خفيفه طاحت زلزله خفيفه ربحي فهمتني واش تقدر دوك المباني الكبار هذوك صحه فيهم لونتي سيسميك هذوك يقدروا يشدوا كلشي مدغول السلعه مدغوله بالك الماسون تعرف اللي كيدي يطبع برك ما نقولوا احنا بدارجه. انا عندي بنت اختي باينه في عطاوه سكنها كلكو زاني في السحوله دخلت لبخميه غاني عند البلافون يطيح عليها البلافون تاع الكاش ديسكالي عند لي بلوك دو بيتون يطيحوا سمعت عندو لي بلوك دو بيتون يطيحوا يا با سويفي يا با سويفي يا با سويفي مانيش عارف انا وين احنا يا خوانا. والله لو كانت تفوت 5 درجات حتى 6 غير ولا ربي يستر ربي قادر يستر على كل حال. انا عشت في الشلف انا نعرف كيف هو ستراب التماتيك لو كانت تضرب من 5 الفوق حتى 6 والله نقدر نقول لك مع البناء القديم هذايا وزيت معاه كما يقولوا الترافيك تاع الاخر تاع البناء هذا والله نقدر نقول لك غير الجزائر كاع تروح. انا شفتها وعشتها هنايا عشتها في الشلف وعشتها في بومرداس شفت انت يا لي نورم تاع السيزم تعرف شحال يقولوا ان بوطو لازم 30 شير 30 لي نورم تاع السيزم داروا 15 شير 15 خير مازال ما ضربت الزنزله رابت كاع. يخص زلزال طميلة الحمد لله خرج سلامات جات في البنيان جات في كذا البشرية يا أخي نجحت لباس وإنما البنيان متاع الجزائر أكل تاني ونتحدى أي واحد يقول لك باللي البنيان متاع الجزائر مليح وي أنت مشت الباب تاع دار تكون داخل ليها تصيبها مشقة حتى كي تجي داخل تخاف ما بالك عماره واللي فيها شحال من نسمه عباد عايشين فيها زعما بالثقل هذاك سوا ديزون نورمالمون ميم بهذاك الثقل وتكون حاجه رزينه ما يكونش فيها الطيحان هذا. يعني العاصمه والمدن القديمه غير مهيئه، المدن القديمه معرضه في اي لحظه و يعني اضرارها تكون جسيمه. كسويفي وفي سويفي تعطي له شويه دراهم هكذا يجوز لك لابوراتوار، شفت انا لابوراتوار سي بون سي بون سي بون وهي كاع مدغوله. انا خدمت في لي طرافو بيبليك راني فاتت 30 سنه في لي طرافو بيبليك ونعرف لابوراتوار كلش مترافيكي وكلش شريف ولو كان تضرب زنزله تاع 6 درجات هنا في العاصمه مع الاخر وما كانش ترميم والله غير نقدر يعيش فيها غير طويل العمر. ما كانش متابعه تقنيه التقنيه ذاك شوف كيفاش يديروا له سمعت التقنيه هذاك كيفاش يديروا له فيها الرشوه فيها كذا فيها انا نهضر كل صراحه سمعت ما يتبعش التقنيات كما لازم الحال. سي تي سي ما تجيش هي سي تي سي هي الصح سمعت ربما ما يعيطوا العاش والله ما فهمتش كيفاش نظام وينما لا ريست البنيان تاع الله حي البنيان هذه نتاع تقديم تاع هما زازاش والبنيان الجديد راه فيها باتيمون تبنى باغ اكزومبل عنده ميم با اون اني تلقى اللي يخو لي مي في سيري وعلاش في سيري؟ باسكو بروبابلومون الا يوتيليزي لي ماتيريو بيريمي كومبليتمون فهمتني وهنا ثاني سي تي سي لازم يدخل في الوسط كونترول تكنيك لازم يدخلوا لازم يراقبوهم
يا اخو مكاتب دراسات ماشي كاع، كان مكاتب دراسات حقيقة لا يتقوم بالواجب ويتابع ودير المراقبين وكامل ودير الخدمة تاعها على تمي وجه. مي يا اخو قولوها صراحة، كان مكاتب دراسات عندي صحابي انا مهندسين يا اخو يديروا البريكولاج تما إليكيدي ما يتابعش البنايات، ما يشوفش اسكو قاعده تقاوم الزلازل لا ماشي تقاوم الزلازل، كي بنيو ما يديروش هذيك الباراسيسميك، ما يديروش المواصفات الحديثه، ام يديروا الباكلاش يا اخو. ها ابني سكن الناس وما على بالهمش لا بالخوارط الطبيعيه لا بوالو خو. يراقبوهم اذا كان شافوا لي ماتو دو كونستركسيون مراهمش كومباتيبل مع الاخر يحبسوه يا خويا العزيز، يحبسوه ماشي من بعد شوف يغصبوا باش يبنيوها ومن بعد يزوقوها ومن بعد يقول لك ها هي بني ما باينالي تفيسيره سي با نورمال. صح الخداع راه كاين هنايا، لازم الدوله تاخذ الاجراءات اللازمه، تاخذ الاجراءات ردعيه فيزافي لهذوا، باسكو هذوا اسمع لي كونت انا انسان سوميسيوني ويجيب لي السلعه تروازيام شوا ما يهموش ناخذ الحياه تاع المواطن. اسمح لي يا خويا سو كومونتير. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم من برنامج الميكروليك، أنا معليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وفي والديكم، سلام عليكم.